الدوبامين. هذه اللي كيكون الدوبامين خص توزيع المهام والمسؤوليات. واش هذا توزيع المهام والمسؤوليات غادي يكون تمييز ما بين يكون إذن على حسب الصديق ديالكم هو ما غاديش يكون تمييز. واش غادي مثلا واش غادي نقولوا لا المرأة ما تكونش في اللجنة ديال البنت ما تكونش في اللجنة القسم إذا جيتوا غادي يديروا خرجة يقول لكم الدليل لا لا اللجنة تبداو يجلسوا هنا ما يكونوش في اللجنة القسم. واش هذه معقولة؟ لا كل قضية ديال المساواة ما بين أشهر في الجزيرة تحمل مسؤولية قلنا المساواة ما بين مجموعة نعم اللي يجيو يشكلوا ديك اللجنة اللي غادي تنظم لهم الحياة ديالهم في الجزيرة غتكون المساواة تحمل المسؤولية ما بين بنت من ومن نعم ديان ما غاديش نقولوا هذاك هذاك البودي ما خصوش المسؤولية ولا هذاك مع احترام ديال المسلم في المشاعر ديالو هذاك البودي هو ما كيفهمش الله ولا شيء ولكن عنده معتقد ديال المسيح يدير هذاك من ما بين ديان ثانيا لا ما بين ما غاديش نقولوا انت كحل ما غاديش تحمل المسؤولية لا حاجة أخرى اللغة كذلك يمكن ما يتفهموش باللغة لكن كاين في شرط وكاين هذا ما غاديش نعم اللغة لا ولكن باقي حاجة اللون باقي باش بدينا قبيلة في المساواة نمط العيش نعم نمط العيش نمط العيش تما راه عندهم نفس نمط فقط هنا واحد المساواة الأساسية راه بدا بها الجنس ما بين المرأة والرجل ما غاديش نقول أنه المرأة ما يمكنش تخطط وما يمكنش تنظم كاع إذن إحنا اللي جايين دابا خرجنا المفهوم ديال التسامح غادي نفرقوا عليكم الإعلان العالمي لحق الإنسان غادي نعطيكم ثلاثة دقائق ولا أربعة ومن بعد الأستاذ غادي يطرح أسئلة حول المحتوى ديال هذا الشيء وكذلك أنا والأستاذ إلى الضيف وأنتم كذلك تطرحوا أسئلة غادي تشوفوا شنو هما المواد هنايا اللي كتهم هذا المسألة ديال التسامح ديال التعايش إلى آخره وإلا عندكم شي ملاحظة على شي مادة ما عجبتكمش كيمكن تروحوها ويكون نقاش بيناتكم. إذن غادي تاخدو كمية من الأسئلة ديرو قدام شي مادة اللي بغيتو تناقشوها هذا الإعلان العالمي للإنسان اللي هو صدر 1948 واللي صدقت عليه جميع الدول وهذه هي المرجعية ديال جمعية دولة الإنسان المغرب اللي المقر ديالها راه المرجعية زعما الأفكار ديالها الأفكار ديالها المقر ديال الجمعية راه في درب الشباب في العالية زعما الافكار ديالهم قال لكم الاستاذ هي اللي كانت تما كاتبين هما الافكار ديال هاد الناس هاد الجمعيه يعني العالم حقوق الانسان هي اللي كتعتبرهم الجمعيه كما بالي كافكار اساسيه هما اللي كتاخذهم جميع المغربيه في الانسان اللي في المقر ديالها المحمديه اكيد بطبيعه الحال
لا لا عمكم تجيبوا لي جمعيه ثلاثه؟ لا لا.